دكتورة كيف نتجاوز ألم الانفصال لعلاقة مدتها 4 سنوات؟ أحس بألم كارثي والحياة شبه منعدمة. حبيبتي حبيبة قلبي، أعرف ألم الانفصال هذا مش هين ومش سهل، أقترح عليك أنك تحضرين جلسة التعلق. جلسة التعلق، هل التعلق بالأشخاص بسبب عدم محبتنا لأنفسنا؟ يعني هذا خلنا نقول فيه شيء، بس خلنا نقول من التبعات انه اكيد هذا الشخص يعني حب الذات اقل يعني، لكن بالدرجة الاولى اللي خلينا نتورط في هذا التعلق انه يكون عندنا دروس او عقود كارمية ما خلصناها. عقود كارمية ما خلصناها، يعني هذولا في الغالب خصوصا المصادر الطاقية المؤذية هذولا مؤذين، فبالتالي عقود كارمية نحتاج نفهم رسائلها، وهذا مرتبط بعقد روحي ومرتبط بتطور الروح. لذلك هو كثير، القصة كثير كبيرة، ما هي بسيطة، ما هي هينة. وبعدها أقدر أقول إنها مرتبطة بدرجة الوعي والإدراك للحياة. يعني شخص يفهم الدنيا غلط يفهم إنه أنت لازم يكون عندك هالمصدر الطاقي. شخص يفهم السعة في الحياة يفهم انه كل انسان لديه القدرة ان يكون ناضج، انه يفكر، انه يشعر، انه يعني يحصل امواله بنفسه، ان كل انسان بفرد لابد ان يكون قوي بالقدر الكافي بهذا الشكل. فهذا هي يعني منها تكون عقود روحية او انها وعي وادراك بالدرجة الاولى. كيف احرر ابني عمره 9 سنوات من الخوف وانا السبب؟ حبيبتي طبعا مو موضوعنا، بس انا كثير يعني تألمت لما شفت هذا السؤال. انت لازم تتحررين من الخوف والتأنيب، ابدأي بنفسك. كيف ننفصل طاقيا عن شخص مريض؟ يعني على ما يبدو انه مو مصدر طاقي، صح ولا لا؟ يعني بس في اتصال. يعني خليني ابغى اقول لك، انا عندي وجهة نظر على انه المرضى يحتاجون الى طاقة الاصحاء. وبالتالي هم ياخذون من طاقة الاحياء الاصحاء. لذلك اذا انت تبغى تساعد هذا الشخص لابد انك تعطي من طاقتك للمريض. وأعتقد أنه فيها كثير من القسوة أنك تنفصل عن شخص في وقت مرض. كثير من القسوة أنك تنفصل عن شخص في وقت مرض. لا يعني أنه مش من حقك، ما أقدر أقول هذا الشيء، لكن ممكن أنك أنت تدعم طاقة هذا الشخص لما يعدي المرحلة وبعدين تتخذ هذا القرار، أو أنك تنتظر، يمكن هو على وشك يموت، على الأقل تنتظر يعني لما يعدي هذه المرحلة. ممكن تقول لي والله هذا الشخص عنده رحلة طويلة مع المرض، ويعني لا مرض مستقر مو مرض طارئ، وبالتالي هذه رحلة طويلة. هذا أقدر أعتبر إنه شخص قوي أصلا، ما هو يعني شخص مو كثير يمكن محتاج لطاقتك. يعني خلينا نتذكر تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني هذا هو المفروض ان اللي احنا نأديه، ما دام حولك شخص مريض فهو ضمن، في الغالب هو ضمن كارمتك. اذا في شخص حولك قد يكون من العائله قد يكون من الاصدقاء مرض، فانت يعني كان في رساله الموضوع لك، كانك معني بالموضوع، فلا بتقدم، لا بتقدم، مو تقدم لما في الوقت الغلط. هذا هو الوقت الصح اللي تقدم. لما يكون في مريض قدم، لما يكون في مريض يعني المفروض كل من حول المريض يقدمون طاقة الحياة وطاقة الصحة. لكن في بعض الأشخاص يقولك لا والله أنا استنزفني هذا المريض، استنزف طاقتي، وأنه أنا يعني طوال الوقت قاعد أخدم وأشتغل هذا المريض وأعطيه من صحتي ومن طاقتي. أبغى أقول لك شيء ملفت للنظر، أنك أصبحت مسؤول عن هذا المريض. شيء ملفت،
يعني هل هذا المريض ابنك، هل هو أبوك، هل هو أمك، هل هو أختك، هل هو أخوك، وبعدين يعني أنت اللي زي ما يقول بوجهة نظرك أنك تورطت فيه، أو أنا أقول أنت صرت مسؤول عنه. فإذا كانت القصة بهذا الشكل فأنا أقول هذه رسالة، هذه رسالة، لأنه مرات تلقى مثلاً الأب يمرض، طيب، وكل الأبناء يعني يقدمون خلنا نقول 5% 3%، يعني ما تهتز حياتهم كثير، تلقون واحد فيهم مقدم 80% ونجاح هالمرحلة لهذا الأب معتمد على هذا الشخص. فتخيل هذا الشخص يجي يقول ستوب أنا ما بعطي طاقة أنيمور، خلاص يعني اكتفيت. فواضح إنه في عقد، في الموضوع في عقد روحي إنه هذا قاعد يقدم، يمكن يعتبر نفسه تورط، بس خلاص ما عاد يقدر يرجع، ما في يوتير. ولو سوى يوتير هو يعرف إنه ولا واحد من إخوانه بيشيل الموضوع، ولا واحد من إخوانه بيأدي هذه المهمة، فهو يعرف إنه كأنه هو مكلف بس في الوقت هو تعبان، كأنه هو تورط بس في الوقت هو تعبان، كأنه هو يعني يصير في موقف إنه أكمل ما أكمل، أسوي ما أسوي، تعبت، ليش ما حد يعطي زي، ليش ما حد. فأقول فإذا كانت هذه القصة اللي قاعدة تصير أقول أنت أصلاً مقصود، أنت مقصودة في هذه القصة. إذا كانت هذه القصة اللي صارت يعني واحد مسافر، واحد مشغول في الدوام، واحد مدري، وأنت الوحيدة اللي قدرتي توقفين مع أمك، أو أنت الوحيدة اللي قدرتي تساعدين أبوك في مرضة، حسيت إنه أنت كثير أرهقتي وكثير تعبتي وكذا، بس البقية ما قدروا، ما عندهم طاقة إضافية، ما عندهم يعني خزان إضافي، لكن أنت عندك. فلما تحطك الحياة في هذا الموقف تذكر إنه عندك دور. لا تهرب من مسؤولياتك، وعلى فكرة لما يكون المريض هو موجود في وسط العائلة الكل عنده مسؤولية، لكن لما تكون أنت التزمت من البداية فمعناها أنت مسؤول رقم واحد. لا تهرب من مسؤولياتك. دكتورة ليش أنا أستمتع بالعلاقات اللي كذا غموض وأبين أني ما أبي وأنا أحبه ويسوي كذلك معي، والأشخاص الواضحين أحسهم ما يثيروني؟ صحيح تكلمنا عن هذا الموضوع في دورة اليسر، وأنا أقر وأقول بكل وضوح أنه اليسر مش خيار رقم واحد عند البشر. البشر يختارون التعقيد مرة بعد مرة، والإنسان اليسير مش مثير وما عنده كاريزما. الإنسان اليسير والواضح ما عنده كاريزما عند الناس، لأنه غالبية الناس كذا ملفلفين وعندهم يعني عقد وعندهم فلاتر وضايعين، فهذا يصير. لكن غالبية الناس إن هذا مرحلة وعيهم، هذا هو مستوى وعيهم، هذه هي مستوى متعتهم، إنه هذه اللعبة حقتهم. لكن مجرد ما يتطور وعي الإنسان تكون فيه لعبة أخرى على مستوى آخر هو يشتغل عليها، ففي شيء يعطيه إثارة في الحياة، يعطيه طاقة، يعطيه متعة، غير ما أنه يسوي هاللعبة. طبعا أغلب البشر متورطين فيها، مو بس أنتي، وتظل مكرر. يعني شوفي أنا يعني يمكن قلتها قبل كذا لما تكلمنا عن اليسر، شهر كامل نتكلم عن اليسر، تتوقعين كل اللي يسمعوني التزموا اليسر؟ لا، ما زالوا يعني يتعمدون التعقيد ويذهبون للتعقيد ويختارون التعقيد ويختارون الشخص المعقد والشخص اللي فيه لفة ومية لفة. هذا مو سوى وعي البشر، لذلك غالبية البشر يختارون التعقيد. زي زير النساء، مين يختار زير النساء؟ أغلب النساء. يعني يؤسفني لو في رجال يسمعون هالشيء، بس مين يختار زير النساء؟ أغلب النساء. يعني مستوى وعي تعبان، أغلب النساء يركضون وراء زير النساء. الرجل الجيد في الغالب ما في حريم يركضون وراء. الرجل الجيد مو ملفت، مو كذا لماعي، مو لماعي. فنفس القصة، فهذه هي درجة الوعي اللي يعيشها الشخص فيختار التعقيد، لأنه هو اللي يعطيه الطاقة، هو يعطيه بنزين، هو اللي يثيره. نفس زير النساء هذا يثيرها، يعطيها كذا طاقة، يعطيها انرجي كذا، تحس انها يعني ما تحس انها مميزة لما تصيد زير النساء.
لكن رجال كذا محترم يعني ما له هدومه يعني ذكورته معتدله متزن. لا لا ما ما تحس ان ما تحس في شيء جوا كذا تحرك. مستوى وعي